بنستقبل الاولاد كل يوم في قاعه الشطرنج وبنتعلم شطرنج مع بعض، وكل الاولاد اللي موجودين اولاد استفادوا من وجودهم في قاعه الشطرنج وبيعرفوا ازاي يحركوا القطع، وان شاء الله في المستقبل كلهم هيبقوا بطل شطرنج بالنسبه للنادي، وان شاء الله هنختار بردك المميزين فيهم عشان يمثلوا النادي في البطولات الدوليه وفي دوري الامارات ان شاء الله. الشطرنج فعلا بيساعد على الاستيعاب الدراسي وكويس جدا في اتخاذ القرارات في الحياه، دايما الانسان حتى لو كبير او صغير بيحتاج ياخد قرار في الدراسه في مشوار في اي حاجه خالص، فالشطرنج فعلا هيساعده ان هو يبقى منضبط ويقدر ياخد قرار فعلا.